لعلها مثل هذا يا شيخ يدل على وجود شيء من الوازع الديني في نفس هذا السائل وأمثاله، جزاه الله خيرا، لكنه يريد تقويته بيمين يلزم نفسه به، فهل من سبب آخر غير اليمين يقوي به المرء وازعه الديني توجهون إليه جزاكم الله خير؟ الوازع هو الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله والخوف من عقابه، هذا هو الوازع. يعني هل له أن يقوي ذلك على نفسه باليمين أو بأساليب أخرى كصحبة الصالحين والنظر في العلم؟ عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخشى مخالفة أمره وارتكاب نهي، هذا هو الدافع، وهو الذي يحمل الإنسان على ترك المحرمات، الخوف من الله والخوف من العقوبة لمن خالف أوامر الله سبحانه وتعالى. وتلاوة القرآن الكريم وتلاوة وقراءة الأحاديث والمواعظ وكلام أهل العلم، هذا مما يزيد الإنسان باعثا على ترك المحرمة بلا شك. نعم.